متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بحمد الله اليوم هطلت أمطار جيدة في أجزاء مختلفة من مرتفعات جنوب غرب المملكة، امتدت لاحقا إلى مدينة مكة المكرمة، كما وتساقطت الثلوج اليوم بشكل نادر وغير معتاد فوق أعالي جبال أبها في منطقة ومركز بالأسمر التي تقع إلى الشمال من مدينة أبها، وذلك بعد تسجيل درجات حرارة متدنية في ساعات الفجر والصباح، وترافق ذلك مع دخول غيوم كانت مترافقة مع هطولات التي سقطت وهطلت على شكل ثلوج قطنية في مشهد نادر جدا طبعا يحدث في تلك المناطق. خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم غدا تتجدد نفس الفرصة وذات الفرصة مرة أخرى إلى ذات المرتفعات الجبلية العالية، ولكنها بطريقة أو بنسبة أقل مما كان عليه الحال لهذا اليوم. تبقى عموم المناطق الجنوبية الغربية ضمن فرص تساقط زخات من الأمطار نهار يوم غدا. على الجانب الآخر يتوقع أن تتأثر الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة بموجة باردة تترافق مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى الليلية اعتبارا من الليلة التي تلي الليلة القادمة. بالعودة إلى الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض، الأجواء تكون صافية، درجة حرارة 9 درجات، يزيد الشعور بالبرودة بشكل عام. دعونا الآن نتعرف على توقعات الأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا 19 إلى 5 درجات مئوية، عرار 19-3، تبوك 21-8 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في جدة 32-21، أجواء مغبرة في المدينة المنورة 23-13 نتيجة الرياح النشطة، مكة المكرمة 31-19، الطائف 18-8 درجات مئوية. جنوبا في جازان 27-24، أبها 17-6، الباحة 15-7، وتراجع فرص هطول الأمطار إجمالا فوق مناطق جنوب غرب المملكة. الإحساء 20-8، الدمام 21-11، وفي حفر باطن 18-5 درجات مئوية. وختاما في المناطق الوسطى 17-6 في الرياض، بريدة 16-5، وحائل 16-4، نلاحظ تدني درجات الحرارة في الليلة التي تلي القادمة. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة في العاصمة الرياض 17 درجة مئوية يوم الثلاثاء، 18 يوم الأربعاء، لكن ارتفاع يتوقع أن يكون ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس 22 درجة مئوية في ساعات النهار، 6 درجات أقل يوم الثلاثاء كما تلاحظون، 8 درجات الأربعاء، 11 درجة مئوية يوم الخميس، هناك مرتفعا جويا يتوقع أن يسيطر على عموم المناطق يؤدي إلى استقرار الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحميلكم تطبيق تقس العرب، أو حتى زيارتنا عبر موقع تقس العرب arabiaweather.com ليصلكم دائما كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.